كأس الجمهورية والاستحقاق القادم، هل الفتوة قادر على المنافسة في هذه البطولة؟ بالنسبة لكأس الجمهورية طبعا يعني احنا جماهيرنا وايضا رئيس النادي اللي قدم الكثير للنادي يعني يطمح انه نحقق نتيجة ايجابية في الكأس وعلى الاقل نتأهل على المباراة النهائية. طبعا هذا طموح مشروع، يعني ما في انا باعتقادي فارق بين الفتوة او الوثبة او تشرين، الفوارق بسيطة اذا استثمرت واستغلت بشكل سليم باعتقادي قادرين نتجاوز هاي الفرق ونحقق هذا الطموح. فاحنا نعمل يعني بهذا الاتجاه وان شاء الله هيك نوفق على الاقل بحضور مقنع ومرضي لجمهورنا المتعطش للبطولة.